غير انقل الحوار لحضرتك، وحضرتك سمعتي راي فضيله الشيخ انه لا، ليس هناك سن لزواج المراه، وان في ستات تركيبتها الجسمانيه والصحيه يستطيعوا ان هم يتحملوا الزواج. ما فيش حاجه اسمها كده خالص ولا في العالم. انا لا ما انت اعترضت يا استاذه على ان انا بقول الاسلام كده. طب قولي لي بقى الاسلام كده. سيبني اتكلم، انا ما اعترضتش. قولي بقى بالشرع. لا انا مش هتكلم في شرع، مش شيخه. على فكره انت اللي شيخ. طيب انا هتكلم على مستوى القانون. القانون بيلزم الزواج من 18 سنة. عادة 18 سنة هو انتهاك صريح للطفولة وللإنسانية وللمرأة والفتاة. المنظومة النسوية لابد أن تكون عامرة بخير. أنا ما أقدرش أنتهك الإنسانية في شخص الطفلة وخليها تعرف أمور مش مفروض أنها تعرفها خالص وهي طفلة. مفروض أنها تتعلم، تكمل تعليمها، تكون في حالة البراءة اللي المفروض تبقى فيها. ما تعرفش يعني إيه جواز. عندها الاكتمال البيولوجي لم يكتمل بعد. وبعدين فكرة أن ما فيش حاجة بتحصل. لسه في حادثة أول امبارح، بنت ماتت ليلة زفافة 15 سنة. ماتت؟ ماتت، توفت. السبب؟ يعني ما يحصل انفجار في الرحم ده طبيعي وارد. مين اني طبيب ما ممكن ما يغشش في 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 في, في التسنين؟ في التسنين. أنا او يقول انها بكام قرش كذا. في سن محدد للزواج 18 سنه. وعلى فكره انا عايزه اصحح، مش زواج قاصرات، هو زواج مبكر. لان القاصر 18 سنه. ف 18 سنه بتفضل قاصره. القانون طبعا 21 سنه هي الراشد. ايوه بالظبط. فاحنا نتمنى نكون 21 سنه، بس 18 سنه مش بطال. افضل من هم يجوزوها 15 و 12 سنه يحصل لها تهتكات. السقط اللي حضرتك عرضتيه، هي سقطت الاطفال المشوهه والاطفال والاجنه اللي بتبقى طفله بتسقط 3 4 مرات 6 مرات. تخيلي تتعرض طفله لنزيف وعمليات اجهاض 3 4 مرات لان الرحم بتاعها مش مستوعب الطفل. يعني زي ما حضرتك قلتي الاكتمال البيولوجي. ما هذا الانتهاء. وعلى فكره الزوي والائمه والشيوخ هم السبب في اللي احنا فيه. احنا عايزين نعرف ليه بقى. حضرتك استهليتي كلامك رائع عن سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. وانا انقب سيدنا محمد عن اي اتهام كان. وبعدين في اختلاف للفقهاء اللي اكثر مني علما على سن السيده عائشه. انا لا اظن باي شكل من الاشكال ان رسولي اللي انا اقتدي به منتهي. لا طبعا هو لا يمكن. حاشا وكلا. فانا مش بحب ان احنا ناخده كمان. ايه ده، هي مش عاجبها 18 كاسوه حسنه. هي عايزه ترفع السن ل 21. كاسوه حسنه للرسول. الرسول مش بس 18، هي عايزه ترفع السن ل 21. الذكوريه الابويه البنات. تخيل البنات بدل ما هي قانون 18. خليك في 18. انا بقول للجمهور كمان، ادي استاذه بتقول ان هي بتدافع عن حقوق البنات وحقوق المراه وحقوق القاصرات او حقوق الزواج المبكر، وبتطالب بان هي سن الزواج ساب الموضوع سن هي انا بتكلم على مطالبتك، بتطالب بان سن الزواج يرتفع ل 21 سنه بصراحة. وفي هذا انتهاك لحق حقوق البنت الجنسيه والمعيشيه. انتهاك ايه؟ هي مش البنت لها رغبه. انتوا شايفين البنت لها رغبه. ثانيه واحده بقى، عشان انا احتياج الانسان للطعام، للشراب، للشهوه، يكون صحته كويسه. فدي احتياج البنت. ازاي انا عطلك؟ ده انتهاك خطير. يعني استاذه بتطالب البنت بحرمانها من اكتمالها النفسي والجنسي والاسري. الراجل اللي معهوش فلوس بيعمل ايه؟ يعني تخيلي يا شيخنا، الراجل اللي معهوش فلوس وعنده غريزه جنسيه بيعمل ايه؟ استعينوا بالصبر والصلاه. بالصوم والصلاه. كل سنه وانت طيب. ايه اللي جاب دي؟ انت اشمعنى انت تعبان قوي من غريزه جنسيه للبنت؟ انت ليه مضايقكس غريزه الجنسيه وعايزاها عايزه تتجوز على طول عشان تخلص من خلي بالك انت بتلخصي الزواج. عارفه تعمل عارفه ليه؟ بتدرس وبتخش كده وبتاخد شهاده. انت بتلخصي الحياه في الجنس. انا بقول تكوين اسري وتكوين عاطفي. يعني بنت مثلا مين اللي قال دلوقتي الغريزه الجنسيه والحق الجنسي؟ لا بتكلم انا ولا حضرتك؟ طب سيبيني ارد. بتكلم على الجنس، بتكلم تكوين اسري وتكوين عاطفي وتكوين بنت تحس بالاستقرار وانها تكون تحس بالاستقرار وهي لسه طفله. يا شيخنا تخيلي انت قلتي بقى قرايبك دولت قعدوا من دكتور 21 سنه هيعتبروها بارت اصلا. بارت؟ احنا ده اللي احنا هنا في الاعلام عايزين نصحح المفاهيم دي. ادي نقطه ثانيه، هي علامه اتهام خطير جدا. يعني اول مجرد من اول الحيض. من اول الحيض بتطفى. مش من اول الحيض. امال ايه؟ من اول الحيض. الزواج ما تطيق. الزواج يعني ايه تطيق؟ طب انا هستاذنكم، احنا في الحوار ساخن كده، هناخد برضو معانا استاذه اشجان.